أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. نختم بهذا السؤال حيث يقول أن الأخ من المغرب يعيش مع أمه في فرنسا وهي كبيرة في السن وليس هناك من يكفلها غيره ويريد أن يهاجر إلى بلاد الإسلام، فهل عليه أن يهاجر ويترك أمه أم ماذا يفعل بارك الله فيكم؟ لا يجوز له أن يهاجر ويترك أمه وهي تحتاج إليه، بل يبقى عندها لخدمتها والبر بها، وهذا عذر له، هذا عذر له أن يقيم عند أمه، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فيعذر في ترك الهجرة مع تمسكه بدينه، استقامته على دينه، ويبر بأمه. نعم.